والسلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غندوزكم حي 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 كلابونيطا، حي في كلابونيطا. شحال هادي ما تزوزنا، خليكم معايا ان شاء الله غادي نمشيو ندوزكم حي كلابونيطا. هذا اللي قدامنا هو هاد الحي هذا، بزاف هادي ما طلعنا في هاد الحي هذا، خليكم معايا. غنمشيو على اليسار، وحي كلابونيطا كما كتشوفو. هاد الشارع راه ما كيطلعش كيهبط، ولكن حنايا غنطلعو ها واحد الشارع واقيلا اللي كاين هنا تحت منو، ها هو هو هذا، خليكم معايا. حي كلابونيطا، مالهم هابطين نطير بيه؟ ما نعرف مال هاد الناس هاد، والله إلا ما والله إلا نطير بيه، هابطين نطير بيه. شوفوا المشاهدين الكرام، أنا هربت منهم، قلت وربما يعني عندهم الحق، ولكن راني حالي لا عرفت شحال هادي، راه نطير بيه هاد الطريق هذا، هابطين شتو كيفاش هابطين، الله يديم أخلاق وصافي، الله يديم. حنايا غادي ندورو من هاد الحي، من هاد الشارع هذا، خليكم معايا. الشوارع هنايا نقيا كما كتشوفو، كلابونيطا، حي كلابونيطا. شوفو على الحي كيف داير من هنايا، البحر كيبان من هنايا، و نشوفو نديرو واحد الدورة أنا، يخليكم معايا. ها كيما كتشوفو المنظر هنا زوين الصراحة. دابا غادي نطلعو لهاد الشارع هذا، حي كلابونيطا، ندوزكم شوية كلابونيطا المشاهدين الكرام. دابا شويه غادي نمشيو لداك البلايص عاوتاني، داك الحي الاول غادي نمشيو نشوفو شنو كاين هنايا، بعد على الاقل نشوفو اش كاين ما يتشاف هنايا. شوف هاد الشارع واش كيخرج ولا لا، شوف راه من هنا كنشوفو جهة أخرى ديال الطريق كبير، كيما كتشوفو هاد الطريق راه مكيخرجش. غادي نرجعو من هنايا، هنايا راجعين،
راجعين 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 هاد الطاكسي جات، ولكن حنا غادي ندورو هنايا احسن، غادي ندورو هنايا. هي في هاد الاحياء كيما كتشوفو، ولكن هنايا غادي نطلعو هاد الشارع هذا نشوفو فين غيخرج. كرابونيطا حي كرابونيطا حي كرابونيطا، عندهم من هنا شي الشوارع المشاهدين الكرام ضيقين بزاف كما كتشوفو هنايا. او شنو هاد الشي هذا، شنو هاد الشي، شوفو 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 على الشوارع المشاهدين الكرام، هاد الشي راه ضيق بزاف بزاف بزاف، حتى السيارة ما تقدر تدوز من هنا. شوفو على الشوارع، شوفو شوف على الشوارع المشاهدين الكرام كيفاش غادي دير دوز من هنا السيارة. شتي راه عندها كاين على غير الدروج، راه مكانش منو غادي، مغاديش نخرجو الشارع آخر. خليكم معايا، الشوارع ضيقين بزاف ضيقين بزاف. هنايا غادي نرجعو من هنايا، لأن واخا هكا باش ندورو راه ميمكنناش ندورو، الشوارع ضيقين بزاف. خصنا غادي نرجعو بلاصتنا، شتيها هنايا، هنايا غادي ندورو واخا كاع نهبطو لتحت ونرميو راسنا. أنا عارف مالهم دايرين الشوارع هكا ضيقين بزاف صراحة، شي حرام عليهم، حرام عليهم صراحة. إيوا دابا غادي ندورو شوية هاد الشوارع اللي كاينين هنايا، ونشوفو بعدا هاد الجهة. حنا كاع ندورو من هنايا نشوفو الشوارع كيف دايرين. خليكم معايا، كرابونيطا كرابونيطا هو السمية ديال الشوارع كاع مكنشوفهم، الشوارع ضيقين هنايا، راه غادي ديرهم بحال هكا، راه غادي من الشوارع ضيقين بزاف. دابا إلا بلاصة غير سيارة وحدة عاد هذا راه عريض عاد، يعني إلا بلاصة غير سيارة وحدة راه غدوز يعني بصعوبة، غدوز بصعوبة، ماشي صعوبة ولكن ضيقين ضيقين الصراحة، دارو الشوارع ضيقين بزاف، معرف علاش داروهم بحال هكا صراحة. كيما كتشوفو منظر هنا زوين الصراحة، ولكن حنا نبقاو نطلعو. غادي نطلعو من هاد الشارع هذا، شوفو معايا، شوفو هاد الشارع فين غيخرجنا، وهاد الدار دارو ليه واحد القنت بشكال، والدروج على الجناب. أول خطرة كنشوف هاد الديكور، ديكور زوين الصراحة، ديكور ما شاء الله زوين. ايوا كرابونيطا كرابونيطا، هادو راه كيصوبو هنا وبابا بغا يبنيو هنايا لا إمارات. خليكم معايا شوفو، الطريق ديال العمارات كما كتشوفو، الطريق هذا نشوفو واش غنهبطو من هنايا. خليكم معايا شوفوا شوفوا على الحيوط داروهم هنايا، شي نهار غنديروا فيديو على هاد
هذا الشيء اللي داروا هنايا. دابا جينا على حسب هذا الشيء ديال كرابونيتا كما كتشوفوا الشارع زوين لا بيش، ولكن صراحة ضيقين بزاف صراحة. غادي نهبطو من هنايا، ها كيما كتشوفو هاد الحي الصراحة الحي ضيعوها واش هادو شوارع اخوتي، واش هادو شوارع؟ قولوا لي المشاهدين الكرام واش هادو شوارع؟ مايمكنش يعني ضيقين بزاف المشاهدين الكرام الصراحة، عيقوا بزاف الصراحة. شوفوا على شوارع واحد المنطقة اللي عندها واحد أهمية كبيرة بزاف، شوارع ديالهم ضيعوا الصراحة. شوف على الشارع اللي داروا من هنايا، شوف ما قدرتش تهبط أنا بالسيارة والله ما تهبط. ايوا كيفاش غادي نقولو حنايا، اش غادي نقولو حنايا؟ مش عارف. شوف دابا هنايا غادي دوز عاد هنا شويه يعني هاد البلاصه يعني شويه عريضه، ما القدام راه ما تقدرش تدوز الصراحه. حنايا غادي ندورو من هنايا، حنايا دورنا، حنا كندورو المشاهدين الكرام. غادي نشوفو شوارع اخرين كرابونيت. احنا خرجنا هذا الشارع، نشوفوا الشارع التحتان. شوفوا المشاهدين الكرام الله، شوفوا على الشارع كيف داير، هاي الطاكسي دابا وقفت لي ما قدرش تزيد لقدام، لان الا مشات لقدام راك شوف ارى الشارع دا السياره وحده. اللهم ان هذا ممكن نرجعوا بحالنا، الطاكسي ما قدرش تدوز. خليكم معايا كما شفتوا المشاهدين الكرام، حنايا دوزنا شوارع انايا يعني كرابونيتا. ونتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، ان شاء الله مازال غندوزكم يعني بلايص اخرين. غير دابا مع هذا الشيء ديال الوقت وصافي، ما كندوزنا لكم اكثر واكثر. وتابعونا احنا دايما مع الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.